وإذا السماء كشفت. السماء كشفت. كشفة يعني شلون القصاب لما يصلخ الذبيحة شلون يوخر جلدها عن اللحم. الله سبحانه وتعالى هذا السماء كأنما سقف. الآن هذا السقف مو على رؤوسنا، ها؟ يعني إذا هذا السقف انشال نرى ما وراء السقف يوم القيامة. هذا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون. يوم القيامة هذا السماء الله يوخرها. شلون يوخرها؟ ها؟ هسه أقول لك شلون يوخرها. أولا خلي أقرأ لك آية آية. إذا السماء انفطرت يعني شنو؟ تنفطر السماء يعني شنو؟ إذا السماء انشقت، أول تنفطر بعدين تنشق، ها؟ وإذا السماء فرجت، فرجة تصير بها، ها؟ بعدين وفتحت السماء فكانت أبوابا. أول شوف يصير بها فطر، بعدين هذا الفطر يزداد تنشق. إذا السماء انشقت بعدين تنفتح، بعدين خلاص تتوخر السماء. تشوف إذا توخرت السماء شو نشوف؟ تشوف الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب. تشوف العرش بعينك، العرش تشوفها بعينك. مو أنا أقول، القرآن يقول، يقول وترى الملائكة. وترى، ترى يعني شنو؟ أنتوا عرب، ترى يعني شنو معناته؟ مو معناته تشوف؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش، تشوفهم العرش تشوفه، أهل النار يشوفون النار والنار تشوفهم. إيه الله يقول إذا رأتهم جهنم، إذا شافت أهلها تدري شو تسوي؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار تقوم تصرخ، تنادي، تدعو من أدبر وتولى. يعني ممكن واحد يهرب منها، ها؟ النار تنادي. هذا القرآن.